مندوبيه السبيل التخطيط من طماط عمليه الاحصاء الوطني العمليه الاحصائيه للسكان والسكنه 2024. نحن اللي دازت من لو 1 سبتمبر حتى لو 30 سبتمبر 2024 هنا في العمليه الختاميه، وهي ان بعد هذا الاحصاء الان كنقوموا ب الاجراءات النهائيه وهي رمز اغلاق المنطقه. يعني بعد ما الاحصائيين قاموا بالاحصاء دابا الان، وبعد ما قاموا بارسال جميع المعلومات الى الخادم المركزي اللي كاين في العاصمه في الرباط، الان كنقوموا بتسليم التابلت. ملي كنقوموا بتسليم التابلت كنعطيوهم الوصل وكنعطيهم شهاده المشاركه. غادي نتابعوا هذه العمليه مباشره مع اخ صلاح. ندير لها ارسال نهائي. نبدا بارسال نهائي. اسمي اخويا صلاح الدين الشتوكي. صلاح الدين الشتوكي من المنطقة الثانية ياك؟ أيوا. صلاح الدين الشتوكي من المنطقة الثانية. هيا دونك اغلاق المنطقة. هنا تأكيد كنعطيه الكود ديالي ديال المشرف. إذا صافي تحيد. تحيد هذيك. شحال الرقم ديال الطابلة ديال الشتوكي؟ الشتوكي صلاح الدين الرقم اللي هو 54 300 38 918. كلك تقل معايا اخي 38 918. مقابل انا كنوجد واحد وصل ديال السي شتوكي. ها هو السي شتوكي. ها هو دونك شتوكي صلاح الدين. غادي توقع عليه هنا سيدي سليمان لو. لو 39 وتوقع كذلك. هنا غادي توقع هذيك الحصاد بها الكونكور. انا توصلتي عطيتيني المسائل ديشارج. هذا ملخص ديال ديشارج. شتوكي صلاح الدين. اتوقع لي انا سي شتوكي. وفي الاخير حدا سميتك كنسلم له الشهادة بأنه شارك في شكرا اخي. السلام عليكم سي سليم. سي اسماعيل محمدي. تفضل سي اسماعيل. لاباس. السلام عليكم. تفضل عليك. اليوم كيفاش كتمر الاجواء ديال الجمع ديال هذا اللي طابلات؟ هي دابا انا بارح بالامس قمت بالتنسيق مع بعد ما سلموا لي ان كود كيو ار اللي داخل في عمليه احصائيه اللي كيتعلق باغلاق المنطقه المناطق الاحصائيه. درت معهم موعد. يعني عندي 12 انا كمشرف جماعي عندي 12 فريق، فدرت معهم مثلا ابتداء من العاشرة كاين باحثين احتياطيين المنطقة الأولى الثانية الثالثة إلى منطقة 12 في الأخير إن شاء الله منين غادي نسلم هادشي غادي نتلاقى مع المشرف الإقليمي إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نسلم له هاد لي ديشارج ونسلم له هاد لي تابلت. وحوالي السادسة غادي يقوموا المشرفين الجماعيين ديال المنطقة كلها باش يغلقوا المناطق الإشراف ديالهم. يعني هاد اليوم غادي يكون شوية هو يوم ختامي اللي كيجي بحال كيقول كيختم العملية الإحصائية. في انتظار إن شاء الله في الأيام المقبلة غادي نعلنوا المندوبية السامية للتخطيط غادي تعلن عن النتائج إن شاء الله الرحمن الرحيم. هي عملية كانت وطنية شارك فيها الجميع بحماس، مشرفين مراقبين باحثين، وكذلك ما نساوش المشرفين المركزيين. يعني تجند لها اكثر من 55000 مواطن مغربي، نقولها بصراحه مواطن مغربي، باحثين
مراقبين مشرفين. ورغم بعض الصعوبات كانت واحد الوقيته كومون ديغاج كان واحد الوقيته الناس ما استجبوش، لكن استجبوا في الاخر لان عرفوا بان عمليه وطنيه خصنا نعرفوا منها من خلال هذه النتائج غادي ان شاء الله نعتمدوا على السياسات الوطنيه الاقتصاديه الاجتماعيه اللي ان شاء الله باش يكون ان شاء الله المغرب ديالنا مغرب في احسن ان شاء الله الدول ان شاء الله في الدول المتقدمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. سيدي سليمان فيها تقريبا 8 ديال المشرفين جماعيين. هذه المنطقه ديال سيدي هذه المنطقه نقولوا سيدي سليمان مقسمه على منطقتين، يعني من البشويه حتى العماله اللي شرفت عليها، يعني كان عندي 12 منطقه مراقبه كاسماعيل محمدي، وكاين سي سليم اللي كان كنظن شاد منطقه اخرى، يعني من حنا انا ماشي ولد سيدي سليمان، يعني من البشويه الضفه الاخرى، يعني كاين كل منطقه كان فيها 12 مراقب و 47 باحث، يعني هذه المنطقه اللي شارك فيها 94 باحث و 24 مراقب، يعني الحمد لله تمت بظروف جيده بتنسيق. ما نساوش الدور ديال السلطه، الدور ديال الباشا اللي مد لنا يد المساعده، وكذلك القياد ديال المنطقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه اللي من هذا المنظور كنشكرهم لان وقفوا معنا. وما نساوش كذلك جنود الخفاء المقدمين، لان حتى هما يعني مدوا يد المساعده للاخوه، يعني في اي مثلا الا بغوا يعرفوا مثلا شي عنوان او شكون اللي ساكن ذاك الدار هذا، فكانوا زعما جنود خفاء في مستوى الحدث زعما. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم تنشوفوا عمليه انتهاء عمليه الاحصاء، كيفاش شمرت الاجواء بحكم انكم انتم قريت شطره بين المواطنين؟ ممكن نقدم لك راسي انا صلاح الدين الشوكي كباحث احصائي. بالنسبه للتجربه كانت تجربه مميزه، كانت صعوبات خصوصا مع المواطنين، يعني الجانب التوعوي يعني كان شويه كانت هناك صعوبات. فيما يخص الطريقه ديال العمل بالنسبه يعني اشتغلنا كفريق واحد بالنسبه للعلاقه ديال بين الباحث او المراقب، بالاضافه للعلاقه ديالنا بالسلطه المحليه اللي لقينا منها واحد المساعده. هادشي اللي كان اليوم. تشوفوا كيفاش تمت العمليه ديال المهم بالنسبه للعمليه هي مرت بسلاسه، يعني راه كما كتشوف اننا قدمنا لهم يعني التابليت والمسائل اللي خاصه بها، ودرنا واحد السحب نهائي وكانت يعني ارسال نهائي، وكنظن ان الامور دازت يعني امور طيب. بالنسبه لما كان قد شعر عاقل بالنسبه لكم انتم؟ لا بالنسبه لنا احنا كباحثين كانت عراقيل وصعوبات في البدايه، لكن تضافر الجهود يعني ديال السلطات المحليه لا من ناحيه المراقب لا من ناحيه المشرف، وامور مرت بسلام. واحد الرساله للناس سواء السلطه المحليه ابو كذلك المشرفين الوغ يمكن نبعثوا لهم واحد رساله شكر انهم مدوا لنا يد العون وكانوا في المستوى صراحه، وكنظن ان هذه العمليه يعني حضرت واحد نسبه كبيره من النجاح. هذا ما كان الله يحفظك. شكرا. تهلا في راسك. الله يعطيك الشكر. اذا مشاهدي رجع الخير كما كتشوف معنا الان المشرف على عمليات الاحصاء او عمليات تسليم للتابلت من طرف الباحثين الاخصائيين اللي قاموا بالعمليه اللي لقات استحسان كبير لدى المواطنين. اذا مشاهدي رجع الخير من سيدي سليمان وبالضبط من الخزانه البلديه.